السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ محمد موسى أبو حاشية أبو موسى، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. أستاذ الكريم، بدنا نتحدث أولا عن الرملة. حضرتك وأهلك توجهتوا نحو الرملة أول، يعني أول أقرب مكان إن تقريبا يعني من نعم. جلست في الرملة أسبوعين عمي ولا أكثر؟ والله حدود أسبوعين أو أقل حتى. كيف كان أهل الرملة عمي، يعني استقبالهم لكم كيف كان؟ ما في ما صار احتكاك بيننا وبينهم، قدموا لكم مساعدات شايفوكم بعدين أهل المدينة بيختلفوا دائما، يعني ما فيش عندهم العادات هذه. نعم المهم انها يعني ما طالت حتى نخبر بعضنا مزبوط، يعني ما طالت المدة. طيب سكنتوا بالأجرة عمي؟ بعرفش هي بالأجرة، هو بيت تاركينه أهله، ما أظن واحد يدخل بيت مثل هذا في المدينة له مفاتيحه وعمارة وشقاق وكذا، وما ما يكونش يعني بالأجرة. لازم يكون بالأجرة غالبا. وسكنتوا انتوا دار عمك او عمامك يعني؟ عمامي اولادهم اولاد لا اولادهم يعني اولاد عمي. كان البيت كبير عمي اللي استاجرتوه او اللي سكنتوا فيه؟ يعني مستوعبنا تقريبا. نعم. وهي مش شقه واحد يعني اكثر، يعني هيك مجموعه يعني زي طابق او شيء. طيب شكرا. عمي خلال هذه الأسبوعين والدك كان معكم ولا كان؟ لا ما كان في جبهة القتال إلا بعد ما انتهت البلد يعني شفنا. نعم. طب وأجانا حتى مش أجانا، ما أجناش على ال... نعم يعني كانوا كان مقيم مع ال اللي كانوا يعملوا في الولهلمة، هو أخوي عثمان يعني كانوا مقيمين مع المسلحين اللي في والهلمة. طيب عمي بعد أسبوعين ليش قررتوا تتغادروا الرملة؟ لأنه إحنا يعني باعتقادي يعني إنه لما طلعنا أولا بدون سيولة، يعني السيولة عندنا يعني أقل من ما كنا نتوقع حسب لا يعني بالنسبة لحاجات الهجرة من هالنوع، ومش ممكن انه نقدر ندفع مثلا اجور في دار مثل هذه. شايف؟ فكانت زي محطة، هي فكرنا انها تكون محطة وانه الرجوع لسلامة بده يكون قريب اقرب من هيك. فلما صار سقوط للبلد صار في تفكير اخر بالنسبة للموضوع. شايف؟ فانتقلنا من هناك على اولا على بيت نبالة، من بيت نبالة سكننا في المدرسة. من هناك اهلنا بيعرفوا واحد في دير عمار كاين عايش معهم في سلمة يعني، او جاي على سلمة وعاش فترة. نعم. فراحوا هناك الزلمة رحب فيهم وشجعهم على انهم يجوا على دير عمار. رحنا واخذنا معنا بعض الخيام من كم بيت نبالة. نعم. ونصبناها في دير عمار وسكننا في دير عمار تحت جار الزيتون هناك وفي ال نعم حوالي القرية، يعني قرية دير عمار. كانت الدنيا صيف، سكننا في مكان مرتفع هيك غرب القرية. نعم. وكان هاوي وهيك جو لطيف يعني بالنسبة للبرودة. كانت تموز ايامها لما سكننا في دير عمار. واجانا الوالد والمسلحين اللي بعد ما خلصوا من والهلمة وصارت الهزيمه الكبيره بسقوط اللد والرمله اجونا هناك على دير عمار يعني. طيب عمي لما سكنتوا في بيت نبالة طولتوا؟ ما طولنا، كانت محطه بس مشان عبي ما يلاقوا محل يتاكدوا انه ممكن نسكن او مش ممكن. راح اعمامي هناك عند الرجل اللي بيعرفوه
خلوكم في المدرسة يعني يوم يومين يعني؟ أيام هيك معدودة يعني، محدودة جدا يعني. المدرسة كان فيها ناس كثير نايمين؟ ما فيها ناس إلا إحنا، إحنا بس وأهل بيتنا بالا مختارهم يعني. حسين خليل كان يعرفنا يعني، معرفة بيعرف الوالد والصديق يعني حميم له. قدم لكم مساعدات يعني، فكان سهل إنه نسكن يعني بأي مكان في بيتنا بالا. لكن إحنا كيف يعني نزلنا في المدرسة ما أعرف شيء، بجوز اتفاق يعني مع ناس من بيتنا بالا وننزل في المدرسة. فنزلنا يعني لفترة محدودة، وبعدين بحثنا عن مكان يكون فيه مية وعين مية اللي ممكن نوفره الماء بدون دفع فلوس يعني، بدون دفع ثمن. طيب عمي في بيتنا بالا قدموا لكم أيضا مساعدات؟ لا كنا عايشين على حسابنا يعني، بس المساعدة إنه سكننا في المدرسة، ما حدا طالبنا في شيء يعني. نعم. أما على مستوى الإخبار ما أظن، لا أعتقد إنه أخذوا شو، إحنا ما كناش يعني طالبين يعني، معنا إشي يكفي بس في فترة يعني محدودة. نعم. طيب حجي بعديها على على دير عمار. دير عمار. على في عين مي كان هناك حجي؟ كان في عين ما منيحة يعني، وكافي لأهل البلد وكافي للناس اللي وفدوا. احنا كنا أول أظن من بدأ في السكن هناك. بعد سقوط اللد والرملة أجت أعداد كبيرة هاجرت واختارت إنها تيجي على دير عمار برضو. اختارت تيجي على دير عمار، ومن هين نشأ مخيم دير عمار. على نفس الأرض اللي انتوا قعدتوا فيها عم؟ مش المخيم قريب. هم اختاروا اصحاب الشأن يعني تبعين الوكالة والهيئات هيئة الامم يعني. نعم شايف. نعم. اما احنا قبل ما يصير المخيم كنا نختار في الصيف نقعد في منطقة مرتفعة، وفي الشتاء ننقل خيامنا وننزل في منطقة محمية يعني، يعني من الجهة الغربية اللي بيجي من الهواء والبرد والنور. نعم شايف، في سلاسل عالية مرتفعة واحنا نكون مدريين فيها يعني. وقيامنا مدري فيها. طيب عمي انتوا في اللد، انتوا اسف في الرمله وفي بيت نباله، ولاحقا رحتوا على عدا عمار. في هذه الفتره حدا منكم رجع للقريه حجي جاب اغراض جاب حاجات جاب شيء؟ ما حاولنا، وعارفين ان الارض محتله على طول المنطقه من بيت نباله الى ما الى البحر محتلة. ما حدا من ابناء القريه عاد للقريه حجي؟ في كانوا روح متسللين. نعم متسللين سرا طبعا. نعم. وكان في ناس صاروا يقوموا في حركات هناك في داخل المنطقة المحتلة. نعم عمليات وسلب ويعني يأخذوا أشياء غنائم وإشي من هناك وروحوا فيها، وإذا صادفوا حراسة وإشي يغتالوهم ويشرب يعني. تتذكر حالات عمي أخوك مثلا عمك أبوك من ناحية رجع للقرية مثلا بهذا؟ لا ما رجعنا، ما حدا منا رجع. ما حدا رجع؟ لا. نعم احنا غير بعد الاحتلال تبع 67. نعم فترة طويلة في لا بقصد عمي كان في ناس يتسللوا يجيبوا بعض حاجياتهم. لا مقتنياتهم كان سهل عنا. انتوا ما كان صعب عليكم؟ كان أهل سلمة يعني كان صعب. نعم كنا نحسب حساب يعني انه واحد يروح منا بالذات انه يعني انه يصير له مسؤولية يعني، متحمل مسؤولية في حال ما انه اعتقد يعني. نعم. طيب يا حجي في الصيف كنتوا في مناطق مرتفعة، وفي الشتاء كنتوا تذاروا في السلاسل تبع الجبال؟ نعم. طبعا لانه الخيام تعرف تحملها وتعرف كل مكان مدري الواحد بكون. طيب المخيم كان بعيد عنكم تقريبا ولا بلاصق المخيم؟ نعم مخيم دير عمار. احنا لما كثروا المهاجرين وما كانش مخيم ورسمي، بس كثروا الناس اللي اقاموا في الموقع هنا في المنطقة حول دير عمار. نعم مشان المية كلهم كانوا، كنا ننزل ونروح نلتقي يعني مع بعض، واحنا رايحين نجلب المية بالقلنات للمحل سكننا. نعم شايف. نعم محل ما احنا مقيمين في الخيام. لما صار مجموعة كبيرة هيئة الأمم بدأت توزع مساعدات أغذية حليب سمن
نعم شايف نباتي أشياء من نوع حمص فول أشياء من نوع اللي كانت تنصح الوكالة مساعدة للاجئين يعني شايف احنا برضو ما كناش مقتنعين في الإقامة لمدة طويلة في دير عمار، بدنا مكان نستطيع فيه نعمل ونرتزق. شايف دير عمار قرية محدودة وما فيها مجال عمل يعني بالمرة. طولت فيها عمي؟ ما طولنا فيها بجوز وقعدنا هذاك يعني حوالي سنة سنة ونص، في الخمسين طلعنا. 48 سكننا. في الخمسين طلعتوا؟ في الخمسين طلعنا على بلاطة نابلس. طب عمي في عمار في دير عمار أعطوكوا خيام هم اللي احنا جبنا خيام، احنا مسلحين كان في لهم هذاك. كان في لهم إشراف هناك على في بيت نبالة وفي والهلمة. نعم. من هذيك الأيام لحد ما طلعنا من الرملة جبنا بعض الخيام شايف وعلى أساس نتقوى فيها مع النزوح هذا. نعم. وفعلا هذه هي اللي نفعتنا. نعم. في بلاطة بنينا بيوت لبن. لما بدينا نبني فيها استعداد برضو من دير عمار لبلاطة مشي مشيتوا عمي ولا؟ لا لا بالسيارة مسافات بعيدة شو نعم. مشينا. نعم شو اللي خلاكم تقولوا بس انه اساس الارتزاق؟ الارتزاق نعيد رزقه بدنا عمل. نعم. بعدين افراد العائلة كلهم موجودين وكلهم السيولة غير متوفرة الا عند القليل منهم في سيولة اللي كانوا تاجروا في يعني يشتغلوا في التجارة هذول كان في ايدهم فلوس. تجارة في منا كم من واحد كان يتاجر في التجارة في البقر والغنم نعم. والشغلات هذه كانوا يطلعوا اشياء جيدة يعني اكثر من اصحاب البيارات يطلعوا. والدك اصبح بدون يعني تغطية مالية مثلا؟ لا مش ما كانوا محتاطين على التغطية، الفلاحين اغلبهم يعني كانوا مستريين وشبعانين ولكن سيولة محدودة اغلبهم. انتقلتوا عمي لبلاطة ووالدك معك ها؟ نعم تفضل حجي. حتى احنا كنا ندرس في رام الله وانا اولاد عم اليه لما نقلوا هم على بلاطه اتصلوا فينا بعثوا لنا واحد من اولاد عمنا يبلغنا انه اصبحنا الان وين؟ في بلاطه. في بلاطه في نابلس ووصفونا كيف نصلهم هناك في بلاطه. نركب الباص ونصلهم باص اللي بين نابلس والقدس. ممتاز يا حجي. نعم. بأي صف كنت بالخمسين يا حجي؟ في 49 التحقنا في مدرسة في رام الله الكلية الوطنية. نعم. ودرست هناك في مدرسة تدرس باللغة الإنجليزية. ممتاز. وكلها على أساس إنه يعني أخوي بيعرف مدرس اللغة الإنجليزية في هذه المدرسة اللي كاين مدرسه في بير زيت. نعم. من دار ناصر، من آل ناصر. تعرف عن ناصر صار فينهم وزير موسى ناصر في زماناته في نعم في الحكومات الأردنية نعم فهذا الأستاذ شايف لما شافه رحب فينا وقال أهلا وسهلا وبعدين بالنسبة للأقساط صح المدرسة تأخذ أقساط كذا وكذا بس يعني الإدارة مستعدة يعني تتساهل معكم لأي وقت يعني بإمكانكم تدفع ادفع. والتحقنا في المدرسة وكملت أنا وولاد عمي سنة ونص هناك. سنة ونص وتقدمنا لامتحان المتكلم. آخر سنة ونص إلي ولاد عمي اثنين في بعد لمنهم عبد الغفور اللي ذكرنا لك إياه من خطف وانصاب وإشي اشتغلوا في سوريا هو وابن عمه. وين؟ في سوريا. في سوريا. راحوا على سوريا رأسا يعني بعد الهجرة. سحبوا حالهم وراحوا على سوريا واشتغلوا مدرسين هناك. في قضاء حلب. في الشمال. واحد منهم في دركوش. وواحد في مش عارف ايش اسمها دانا. دركوش ولا دركيش؟ في دركيش وفي دركوش. نعم. كان ايامها يقول لنا دركوش هو. نعم. اللي راح عليها المدرسة. كان مبسوط هناك وكانوا مكرمينهم بالنسبة للرواتب يعني يعطوهم أكثر من السوريين رواتب
سوريين. نعم. هو وابن عمي الثاني. اللي معاي اخوتهم يعني، اللي معاي اثنين اخوتهم، واحد منهم عبد الجواد ذكرت لك مره من الصواب، وواحد ثاني. شايف؟ كنا ندرس مع بعض. المهم لما اجوا سددنا اقساط المدرسه يعني، رحنا للاداره وقلنا لهم يا عمي الكوا عنا كذا وكذا، ناولناهم يعني نصيبهم. جميل يا حاج. وبعد هيك حجي رحتوا على بلاط، التحقتوا مع اهاليكم؟ في بلاط، رحنا على بلاط. احنا طبعا كنا في بلاط المخيم عمي، ولا في بلاط في بلاط القريه في كرم من كروم بلاطه. بالخيام برضو محاطين باشجار التين والاشياء هذه، مكان اكثر شيء عندهم تين وزيتون اللي عندهم. نعم. ففي جنبنا كرم زيتون وفي كروم تين جنبنا. لما حطينا الخيام يعني بقول قبلوا بالوضع الجماعه. لما قرب الشتاء علينا شفنا الخيام بدنا نتبهدل فيها، انه الوضع يعني صعب يعني في الخيام، العيش في الخيام. ففكروا الاهل انهم يبنوا بيوت طين يعني. شايف؟ فعلا بنوا بيوت الطين. بدوا لما بدوا يبنوا في بيوت الطين ثاروا اهل القريه. كيف بدنا نبني بيوت طين في الموقع اللي احنا فيه يعني، وهذا موقع له اهله يعني وله ناسه. شايف؟ بدل ما الجماعه يشتكوا معنا او هذاك، راحوا لمين؟ للمسؤول في المحافظة، أو ما كانش يسمى محافظة، إيش عارفش إيش يسمها؟ الصرفية؟ جوز الصرفية. هو اللي كان موجود قائم مقام، وهذا القائم مقام كان موجود في الساحل، في المنطقة الساحلية، بعرفش كاين في حيفا أو وين. المهم راحوا عنده. شكوا علينا إنه هذول الجماعة لاجئين، أجوا على أرضنا حطوا خيام، قلنا ماشي الحال. فقيت عمالهم بابنه. شايف؟ فالزلمه لما سمع بالاسم اتذكر يعني انه هو بيعرف هالاسم هذا وبيعرف الشخص اللي هو الوالد يعني. يعني حكى معهم شويه كلام يعني، وقنعهم انه هذول ما رايحين يعني يعتدوا عليكم، وانا ضامن لكم. وثانيا انه ظروف انتم لازم ترعوها يعني، الظروف اللي هم فيها. يعني تصبروا عليهم وكونوا مطمئنين انه هذول لا بدهم ياكلوا احد ولا بدهم ياخذوا من احد بشيء من احد. فاحنا واهل بلطه صرنا من اعز الاصدقاء اللي بنعرف بعضنا يعني، حالنا حالهم في الافراح وفي الاتراح طول فتره واحنا مقيمين هناك. توسعنا ما ضليناش هناك، لان البقعه اللي كنا مخدينها محدودة. صار بناء مخيم عسكر. أول شيء مش مرضناش نروح على بلاطة، على المخيم، مخيم بلاطة، نقول بدناش نروح المخيم، بدناش. بعد فترة أنشأ مخيم جديد، مخيم عسكر. قالوا فرصة هذه، ما دام صار في مخيم جديد خلينا ناخذ منهم. صار عدد منهم أخذ، عدد آخر من اللي صاروا يشتغلوا مثل أولاد عم المدرسين وكذا. تعرف الوظيفة كانت تجيب فلوس يعني يحسدوا الناس عليها في هذاك الوقت. شايف؟ اشتروا أرض في أطراف المخيم تبع بلاطة وبنوا هناك، وهي لا يزالوا للآن بنوا بيوت جيدة ومقيمين ومبسوطين يعني هناك في أطراف مخيم بلاطة. واحد من أولاد عم اللي هو عبد الغفور هذا اشترى الأرض اللي احنا كنا قاعدين فيها، اللي كنا عاملين بيوت طين فيها، اشتراها. نعم. شايف؟ وبنى بشكل يعني نظامي ورسمي فيها، وبقي مقيم هناك. باقي العائلة كل واحد يا اشترى أرض وبنى فيها، يا إما التحق في المخيم الجديد. غلبهم يعني اللي التحقوا في المخيم، مخيم عسكر جديد. أنت والدك وين عمي وإخوانك؟ إخواني أخوي لي أخ وحيد، وأخت أختي كانت مع ابن عمي عبد الغفور متزوجة. أخوي أنا رحت على الكويت في 55، اشتغلت في قضاء رام الله 5 سنين في بلد اسمه صفا، في مدرسة في البيرة. نقلونا من صفا بعد
مع من صار في مشاكل عندنا بالنسبة لأباء حوادث قبية في المدرسة. عملنا حفلة وحكينا على الجيش الإنجليزي في الجيش الأردني وتطهير الجيش وما تطهير الجيش، نقلوا كل المدرسين اللي هناك، فأنا من جملتهم نقلوني على مدرسة ابتدائية، يعني كانت مدرسة متوسطة. نعم. نقلونا على مدرسة ابتدائية في البيرة. في البيرة. أنا نقلوني، كان معي أولاد عم اثنين. اللي كان يشتغل في السرية وأخوه برضه اشتغلوا في نفس المدرسة تبع الصفة. نقلوهم، واحد ودوه قدر القدس، واحد ودوه في دير غسانة اللي هي جهة عبود وجهة إذا بتعرف المنطقة دي. نعم. بعرفش. آه. فصار كل واحد في جهة يعني منه. شايف؟ الوالد في بلاطة، الوالد توفى، أمي توفت قبله، أصيبت بجلطة وتوفت ما طولتش يعني حوالي أسبوعين وانتهت. الوالد كان عنده مشاكل صحية وخصوصا الضغط وما الضغط والشغلات هذه، طول شوي بعدها، بعدين بعدها يعني في 53 وفي 54 كنت وأنا في صفة بلغوني إنه توفى. ضل أخوي هناك ومتزوج برضه، شايف؟ أخوي برضه أنا. فبعدها صح لي شغل وين؟ في الكويت. رحت على الكويت تدريس، حتى أجاني العقد من هناك يعني بدون ما أدور عليه، واحد صاحب لأخوي بعث له العقد، كاين حكي له إنه في أخوي بيشتغل في التدريس، كان الشغلة رغبة موجودة عند الفلسطينيين إنه يروحوا يشتغلوا في الكويت. اللي هو الرجل يعني تطوع، بيعرف مدير المعارف هناك من طول كرم دار مقدادي، شايف؟ معروفين يعني، حتى في أيام يافا كنا نعرفهم دار مقدادي، يعني كنا نتعامل معهم في الأمور الزراعية، لأنهم هم أكثر إيش اختصاصهم في بيع الأدوات الزراعية وما يتعلق في الزراعة. لليوم. آه، ولليوم لهم محلات. فعلاً. شو اسمه عمي هذا الرجل؟ الحسن المقدادي. حسن المقدادي. كان هو مدير المعارف هناك. نعم. في الكويت. فالزلمه بسهوله يعني مجرد ما عرف الاسم وحكى له الرجل برضه يعني على معرفه قويه في من نابلس ومن دار كمال. دار كمال. ذكر شو اسمه؟ ذكر شو اسمه؟ تذكر، ما هو صديق للجماعه من زمان يعني من ايام البلاد يعني. شو اسمه؟ ايام بيرزيت، وهذا صديق للاخ اخوي انا. نعم. اسمه معتصم كان. معتصم كمال. وفي سعيد كمال اخوه معروف يعني. نعم. المهم اجاني اللي هو التعاقد. سعيد كمال برضو هذا مناضل. مناضل، اي نعم، احد الناس اللي شاركوا في النضال ايام الثورات. نعمل له تأبين قبل 4-5 سنوات. ايوه. نعم. هذا سعيد كمال. المهم رحت على الكويت. انا رحت على الكويت. يعني ما انت ما تسألت انتوا في بلاطه كيف ابوك وامك وإشي؟ نعم نعم. ما ضلش ابوي راح، امي راحت، اخوي لحقني بعد فتره صغيره على الكويت. انا رحت في 55، في 58 اجى. شو كان يشتغل اخوك؟ اخوي ما اشتغل، علما بانه عرض عليه انه يشتغل، واجا وظائف في شركة أرامكو. مرة أجاله رسالة إنه تعال إذا بترغب، ورفض وما كانش مقدم طلب. كيف أجا الطلب نعرفش، شايف كيف؟ أصدقاء يعني. ما بعرف، هو أصدقاء، هو شغل بدهم يلهوه في الشغل في إشي، لأنه هو كان ضلوا برضه يقالش في أمور تانية يعني، شايف؟ أمور وطنية. نعم. يعني مثلاً يقالش، كان متهم مثلاً إنه بيبعث ناس ناس فدائيين على الأرض المحتلة في هذاك الوقت. التهمة. فالمهم وكان يعتقل، واللي ساعدوه أهل بلاطة، أهل بلاطة علاقتهم قوية كانت في الدولة. نعم. ساعدوه مساعدة جبارة يعني، عن صدق ساعدوه. قالوا له ما الزلمه يعني كل عيبه انه هو وطني، لا هو ضد حكم ولا هو ضد ملك ولا ضد وطن ولا شيء، كل ما هنالك بفكر في اليهود، شايف؟ وعداؤه للصهيونيه او للاحتلال الفلسطيني.
وفعلا يعني هذا اللي يعني نجاه بحكاية الهلاك، ولا كان دائما إثبات وجود وكذا وكذا، وبعدين في الآخر أجي على الكويت الثاني لحقنا في 58 واشتغل في وزارة الكهرباء، كانت صارت وزارة كهرباء أيامها، وفيها عبد المحسن قطان كان من يافا برضو تعاطف معه، شايف؟ لأنه أهل يافا وأهل سلم يعني كان في معرفة يعني في ود يعني بينهم، معظم اللي فيها من يافا العاملين المسؤولين الرؤساء إدارات، شايف؟ ولما أجا يعني سجموا كثير مع بعض، اشتغل مطولش، اشتغل في مكتب المنظمة، وبعدين صار هو مسؤول عن مكتب المنظمة في الكويت، شايف؟ ظلوا مسؤول لفترة طويلة لحد ما اقتنعوا جماعة فتح انه مش راح يصير فتحاوي. وشو كان عمي؟ ها ما كانش والله، كان مستقل هو فعلا، كان مستقل مع ان انا ما كنتش مستقل، هو كان مستقل. شو كنت عمي؟ يعني كنت آلش مع بعض الحركات هيك يعني. نعم. فالمهم صار في مكتب المنظمة لحد ما انه عينوا واحد مدير رسمي، هو كان قائم بأعمال المدير لما راح المدير اللي قبله خير الدين أبو الجبان. كان قبله خير الدين أبو الجبان؟ كان خير الدين أبو الجبان قبله. استلم هو بعد خير الدين أبو الجبان؟ ما اختلفوا. استلم استلم هو بعد خير أبو الجبان. استلم هو سموه قائم بأعمال المدير، وظلوا قائم بأعمال المدير فترة طويلة يعني. نعم. ولكنه كان يعني ميال للآراء، يعني كان في كثير أمور ينتقد فيها فتح. نعم. وما صار فتحاوي برضه، وهم بدهم واحد فتحاوي خصوصا في الموقع هذاك يعني اللي هو تبع الكويت. جابوا واحد مدير رسمي للمكتب ورجعوا له شغله، ما طولش عنه يعني، رجع لوزارة الكهرباء لأنه كان معارض وبدون راتب من وزارة الكهرباء، كان يأخذ راتب ضئيل من مكتب المنصب، شايف؟ نعم. رجع وظلوا في الكويت لحد ما والله قبل ما هو أخذ إجازة على أساس جد الجواز سفره، شايف إنه خلاص يعني كان هو جواز سفر عطل ما يجددوش له، وبعدين صاروا أولاده ما يجددوش لهم، وبنتهم بدهم مش يجددوا لها، قال لك خلص بدي اروح اسوي هالامور هذه، شايف؟ روح دخلوا العراقيين على الكويت وهو كان موجود هنا، شايف؟ احنا برضو مع اللي كانوا في الكويت موجودين، لما صارت الحرب قلنا ما إنا إلا الفرار يعني ما فينا. نعم. قاعدين طلعنا من الكويت، وهو وبعدين في الرطبة على الحدود أو على الحدود اللي بعد الرطبة منعوا خروج بنته، كانت بنته معاي أنا اللي مخدها معاي، كانت مدرسة في الكويت وام ومرته اللي هي اخت مرتي بتكون برضو معاي، فبدهم يرجعوا البنت، خلص العراقيين قالوا ممنوع تفوت، هذه ما دام معها وثيقه سفر عراقي لانه جوازها كان معطل الاردن يعني موقوف. ممنوع تفوت وين حجي؟ ممنوع تخرج من العراق، من العراق العراقيين. نعم. لانها معها وثيقه عراقيه. اي نعم. شفت كيف؟ مع وثيقة عراقية. فهنا عاد زوجتي روحت، شايف؟ وإن بلاش نضلنا كنا في الفندق، عايشين في الفندق الرطبة، وظلت معي بنت أخوي مرت أخوي أخت مرتي بتكون. نعم. شايف؟ مرت أخوي. المهم العراقيين ظلهم رافضين الا اروح اراجع في بغداد، رجعت لبغداد خليتهم في الفندق بعد ما تعرفت على اهل الفندق جماعتهم وعيالهم، حتى عيال اصحاب الفندق كانوا يجوا عندهم يأنسوهم وشو هيك، يعني اطمنت انه بقدر اغيب عنهم
بدا خلص الشغل، مش عارفين نتصل في الضفه الغربيه من برا يعملوا لنا شغل يعني طريقه لنحلوا هالاشكال. المهم رجعت لبغداد ورحت على السفاره الاردنيه وحكيت لهم الموضوع واعطوني توصيه انه هدول فقدوا جواز سفرهم وانه كذا مشان يساعدونا في انه نطلع. ختموا لي على بعض الاوراق وصور جواز السفر القديمه تبعتها اللي كانت موجوده ومش مجدده. ختموا لي عليها تبعين العراق، هدول تبعين جوازات العراق وامن العراق يعني اللي هو بيعطي التصاريح بالخروج. بعد ما ختموها روحت انا وياها وراسا ميلت على فندق الرطبه واخذت الجميع. كنت مستاجر سياره من بغداد وطلعنا احنا وياهم وين؟ هنا على الاردن. الاردن اخذوا على التخيل سين وجيم وكذا وين وايش عملت الامور العاديه هذه الاجراءات انتهت يعني بسلام. واخوك وين كان موجود في الاردن؟ اخوي في الاردن كان موجود توفى. وصلنا هنا تاخرنا في الفندق حوالي 20 يوم كنا من الهم اللي صابه شايف والمشاكل اللي احنا واجهناها في الفندق وغير الفندق يعني كانه انجرط الزلمه شايف. بقول لك ابدا تقدم وحط حاله له اجوا عليه او هو كانه طلب شغله بده يجيبوا له اياها اجوا عليه له خالص شايف. جينا احنا على اساس انه الكل موجود له ايه اللي هو بقوله يعني فلان توفى شو معقول الحكي هذا؟ ابدا هذا الحكي بال 91 شايف. هذه رحلتنا عليه رحمة الله يا عم. تعيش يا سيدنا. عمي مخيمات ما سكنت بتاتا حولها يعني احنا مش بعيدين يعني. كيف كانت احوال المخيمات؟ مثلا مخيم بلاطة في السهل احنا كنا في الغربي غربي بلاطة هم في السهل الشرقي شرقي بلاطة. جات النبي يعقوب هناك في مزار للنبي يعقوب او شيء هيك قبر. حسب معلوماتك كيف عمي كانت احوال المخيمات؟ بالنسبة في البرد في الشتاء في طبعا صعبة وبعدين في ضيق الشوارع ضيقة البيوت ما في مكتظة يعني لا البيوت يعني البيوت مش متباعدة عن بعضها يعني متلاصقة كثير قريبة من بعضها كثير يعني في ضيق يعني كانوا بس الناس مع بعض متعايشين وراضين يعني مقهورين ومراضين يعني بالمقسم لهم. طبعا من بسألك وكالة الغوث قدمت لكم خدمات؟ كنا واحنا في بلاطة كان لنا كروت وكالة غوث من ايام دير عمار اظن طلعناها. نعم. وكنا ناخذ بعض المؤن من الوكالة. مؤن؟ طيب مدارس الوكالة درسوا ابنائكم فيها حدا من اولادنا كلهم درسوا تقريبا في المدارس الحكومة. مدارس الحكومة؟ نعم. طيب كان وفروك العلاج في عيادات وكالة الغوث؟ كان موفر اللي معه كان بيقدر يتعالج. واللي كان يحتاج مستشفى منكم عمي؟ كان عنده الوالد اكثر شيء كان يتعالج عند دكتور يفاوي اسمه زهدي الدجاني. وين كان زهدي الدجاني؟ هذا كان في رام الله. كان يروح لعنده على حساب الوكالة كان يتعالج؟ اذا كان تعبان يجي له الدكتور من رام الله على بلاطة. نعم. يعني مرة طلبناه في الليل أجا. يعني اتصلنا فيه حوالي الساعة 2 أجا في الليل. عليه رحمة الله. طيب يعني قصدي الوكالة كانت تساهم في دفع تكاليف الأطباء اللي هي؟ نعم. هذه على مسؤولية الواحد. نعم. طيب عمي بتعتقد انه وكالة الغوث حسب يعني مسموعاتك او معرفتك السابقة فيها واليوم في اختلاف في الخدمات في تراجع في تقليص ولا انه والله بعرف شو اليوم بقدموا خدمات يعني صاير مش على صلة معهم يعني. نعم. حتى ما جربتش انه اسجل عندهم يعني
نعم. أول ما جينا من الكويت سجلت عندهم بس بطلت أروح عندهم يعني. نعم. رغم إني سجلت عندهم وقبلوا على أساس إني جاي من الكويت يعني. لأن اعتبروهم كلاجئين أو يعني ناس أصحاب مشكل يعني. نعم. فقبلوا إنهم يعالجوهم يعني. عملت كذا لكن ما كنتش أروح أعالج ولا أعمل شيء. طيب حجي بدي أسألك، زرت قريتك بعد النكبة؟ زرتها في سنة 78، وقلت لك إنه أظن قلت لك إنه طلعت مع ابن عمي اللي هو أبو سامي هذا اللي في إيربد. نعم. حصل طلعني في إيربد، عنده شاحن وكان ينقل بضاعة على معامل البلاط في مواد خام من هناك من إسرائيل. لا معامل البلاط اللي في نابلس، لأن نعم. كنا في نابلس البيت يعني، معظم أهلنا في نابلس. نعم. بلاطة وما حول بلاطة، وقسم منهم في نابلس نفسها يعني. هي بلاطة تابعة نابلس الآن من ناحية البلدية. نعم. خدمات البلدية يعني. فطلعنا من بلاطة على طول كرم، ومن طول كرم نزلنا وداني على الدار. لما وصلنا عنده صار يسأل فيه وين احنا، وعرفت وين احنا، وذكرني بعدين ايش في علامات. وفعلا كانت لسه الاشياء الاساسية في الدار موجودة، ما عدا البيارة ما فيش اثر الها، والشجر وايش اللي في البيارة كله ما في له اثر. اما البناء القديم موجود، البير موجود معطل ما بيشتغلش بير التوازي، وابدا بيوتنا هي كله موجود. السقف بعض الشجيرات اللي على داير الدار، بعض الشجيرات اللي على قريبين من الدار موجودة. وذكرني في الشجيرات هذه أبو سامي. القرية عمي كيف كان وضعها؟ القرية أغلبها كان برضو نفس الاشي يعني، ما غير في معالمها، وكانوا مسكنين فيها جاليات أغلبها من اليمن، يمني يهود يمن، وما كانش في تغيير. بس علمت فيما بعد، اما حوالي بيرتنا وحوالي منطقة ادارنا وحوالي في كتير في تغيير. مثلا في الجهة الشرقية من جهة القرية في تغيير كتير صاير هناك، واحنا جايين برضو من طول كرم طالعين، كنا نمر في مناطق عامرة بالبناء وبالطرق وبالحركة السير يعني. الواحد في مدينة كأنها داخلين مدينة أوروبية أو مدينة عصرية يعني، ما بعرف شو فيها. طيب عمي بيتكم كان مسكون من حدا؟ مسكون من جالية يمنية. فت على البيت حجي؟ ما فتت، بس فرجت على لا يعني انه فتت، بس ما طلعنا بس عليه من الخارج وشي، ما دخلتش على البيت لانه مسكون. طلعنا اللي ساكنين صار حديث بينهم، حكينا لهم انه احنا والله احنا كنا في البيت هذا، قال والله احنا ما لنا حيلة، احنا مستأجرين. حتى قالوا احنا مستأجرين، هذه بيوت للدولة واحنا مستأجرين فيها. يمني عمي؟ يمن، يهود يمن. طيب يعني كيف كان شعورك وانت تشوف بيتك مسكون من واحد غيرك؟ يعني هو بس وشعوري هو الواحد مقهور من كل العملية، من بداية لآخرها احنا مقهورين. طيب عمي انت مسجل في وكالة الغوث؟ تسجيل رسمي؟ عندي كرت رسمي. عندك كرت رسمي. طيب عمي لقريتك سلمة في الأردن، نعم، رابطة أو جمعية أو ديوان؟ وين؟ في عمان. سلمة؟ سلام. رابط أهل سلام. نعم. وين مقرها عمي؟ الآن في الوحدات، بس عمان بيبنوا في مقر جديد، أغلبه تبرع في أولاد أبو حاتم. لا مش بس أولاد أبو حاتم، واحد من دار السالم اللي هم نفس نفس الفرع يعني. الفرع آل صخر يعني. نعم. هذا المقاول الكبير وصاحب مشاريع ناجحة جدا في الإمارات من دار السالم، ابنه لخليل السالم اسمه إبراهيم، تبرع في قسم كبير منها من بناء جديد. ولاد أبو حاتم أربعة خمسة كلهم في أمريكا،
وعندهم بيجي دخول لهم دخول ممتاز هنا، عايشين عيشة ممتازة، وبعثوا يعني بدون عد لأبوهم أي شيء بطلبوا. أبوهم بطلبوا لهم للرابطة. هو اللي تبرع في القسم الكبير وبنى مسجد باسم أبوه باسم خليل اللي هو إبراهيم السالم. نعم. بده يبني مسجد يعني في المخطط، يبني مسجد باسمه باسم أبوه، وساهم بقسم كبير من الرابطة هو وأولاده بحاله. الله يقدره. والباقي مشان ربط أهل البلد في المشروع وإنه باسمهم، كل واحد يتبرع حسب رغبته وحسب نفسيته. الحمد لله. حسب ما بتجود فينا. حسب إمكانياته برضه. حسب إمكانياته، نحن تبرعنا بالإمكانيات البسيطة اللي عندنا المتواضعة، يعني الله يقدركم حتى. رمزية يعني. الله يقدركم حتى. الله يسلمك. طيب عمي الموقع الجديد وين راح يكون ان شاء الله؟ وين الموقع الجديد؟ بالذات مع انه ابن اخوي عضو في الرابطه يعني مشارك معه، انا ما رضيت مش مشارك في نشاط الرابطه. والسبب الوحيد لما يعني نشأت الرابطات ما كنتش مقتنع فيها يعني. رابطات القرى. هسه مقتنع فيها عمي؟ مش مقتنع فيها، مش عملية يعني، ما بجتمع، مش سهل علي اجتمع في أهل بلدي في مكان معين، لأنه احنا موزعين، أنا أولاد عائلتي بقدرش اجتمع فيهم، كل واحد في بلد. عمي ما تيسر يعني صعوبة في المناسبات العزيزة لما بنجتمع مع بعض. عمي ما تيسر، لأنه اليهود برضو بيراهنوا على تفكك العائلات، احنا مش عشائريين ولا احنا مضبوط جهويين، لكن ضروري يكون في روابط وجمعيات يعني تبقي حالف الاسم بس يحافظوا على ايش؟ التاريخ او الناحية التاريخية للبلد، شايف؟ نعم. انه كان في شيء اسمه سلمي، وكان في ناس هذول كانوا في سلمي، وهذول هذه رابطة الناس هذول. بس نعم. احنا عمليا نجتمع نكون فعالين في الرابطة نكون هذا مش سهل عمي، بضلها عناوين. واللي مخلي الرابطة تضلها قائمة انه اللي اسسها قادر يقوم فيها بنفسه، وهي نفسها كانت قائمة في حالة بانتاجها، بنوا في الوحدات ومرافق واشي واجروها، وناتجها بقوم في خدمتها. ومع هذا الرابطة جديدة اللي تكلف مئات الألوف، بجوز الملايين، تجاوزت المليون الرابطة الجديدة، مستعد فيها نفرين من أهل الصفر. الله يقدرهم لحد. آمين يا رب، ويجزيهم خير برضو. الله. وبقول لك احنا ما بدنا شيء منكم، احنا يا أهل سلمة يا اللي كنتوا في سلمة، عاوزينكم بس تنتسبوا مثلا للرابطة وتبرعوا بشيء رمزي على أساس فعلا نحن نعرف انه لو دفعنا 1000 الواحد 2000 3 شو بده يكون مع واحد بيدفع لك، مستعد يدفع لك 100,000 او 200,000 او نص مليون اللي بده يبني مسجد للناس باسم ابوه هناك، شايف؟ يعني قادر، وهم نفسهم طيب وحابين يدفعوا شيء يعني لله. مين الان مدير او رئيس الجمعيه عمي او الرابطه؟ هو الرئيس اللي يعني زي ما تقول من اول ما نشات لليوم هو عبد العزيز محمد صخر ابو حاتم، بس صحته وسنه يعني فوق الثمانين هذيل، شايف؟ يعني عمليا يعني او هو حابب يعني كثير حاول معي، مع انه انا يعني امكانياتي وقناعاتي ما حبيت اني اشترك، ولو كان حابب اني اكون انا موجود فيها ما اعتذرت يعني. الصحيح صحيح فعلا اعتذرت. طيب عمي شو نشاطاتها عمي الرابطة؟ يعني هل تقيم مثلا يعني؟ هي ثقافية وتجارية يعني زي ما قلت لكم، اجرين بعض المحلات هذا قبل، اما لقيت ايش راح يصير، هم عندهم مشروع اشي للرابطة واشي مشاريع خاصة لهم هذول. راح يكون في نعم في المنشأة الجديدة هذه.
طيب عمك يعني بتساعد مثلا في تدريس طلاب هذه الرابطة؟ هذا بجوز يكون عندهم يعني هدف من هذه الأهداف، مساعدة، قروض كذا لأهل سلم يعني. الله يوفقك يا حاج. آمين يا رب. طب عمي، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي صدر بشهر كانون أول عام 1948 أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك وليس عن أرضك، تعويضك عن المعاناة. نعم، 60 عام لك يعني في اللجوء وفي الشتات طبعا، وفي تكبد المعاناة. نعم، إذا توفرت لك الفرصة في العودة عمي تعود؟ بعود، وأنا بشكر الله أني أعود إن شاء الله. بل إنه هذاك، بل إنه واجب كل واحد منا إنه ما ينسى إنه يعمل للعودة، مش بس إن صحت لي فرصة، إنه يعمل. نعم، لإيجاد الفرصة. طب عمي ممكن، وهذا شيء أنا زي ما أقول يعني شايفه مش بعيد وله خيال. عظيم حاج. بسبب إيش يعني؟ بسبب ظروف موضوعية يعني. أنا نفسي بشوف إنه الحل للمشكلة هو إنه اليهود يكونوا جزء من المنطقة ويعيشوا بشكل عادي زيهم زي أي ناس في العالم. شايف؟ أما لا يفرضوا حالهم على المنطقة أو يعتبروا حالهم جزء خاص خارج عن المنطقة. إذا ظلوا هيك منغلقين على نفسهم أو بدهم يسودوا يعملوا أسياد في المنطقة ما لهم أي شيء. إن عاجلا أو آجلا راح يجي الوقت اللي يشوفوا حالهم مش قادرين يعيشوا في الوسط اللي بيعيشوا فيه الآن. هم مش لحالهم، فلسطين مش لحالها، فلسطين جزء من كل هذا الكل. ما لم يكون متجانس ويقبل انه يعمل لمصلحة الكل وإلا بتدمر اللي بخالف او يرفضه الكل. نعم، وبيبقى بنتهي يعني من التاريخ. وهذا اللي بتنبؤه لليهود، بدهم يعيشوا كما كانوا زمان ايام الاتراك او ايام النبي او ايام ما قبل التاريخ، مثل ما كانوا عايشين مع هالناس الاخرين. ممكن نعيش مع بعض بس بدون يعني باهداف عدوانيه تسلطيه انانيه انه انا الاعلى وانت الغار. انت شايف ناس من هالمجتمع، المجتمع الكبير الشامل اللي هو المجتمع العربي، وهم بيعرفوا انه التاريخ يسير نحو توحد الناس وليس تباعد الناس، ووسائل التوحد موجوده وبتقرب الناس من بعض اكثر واكثر. انت اليوم اي واحد، انت لك ناس في امريكا، لك ناس في اوروبا، لك ناس، والكل عايش، اللي في اوروبا عايش واللي في امريكا عايش، وبكره هذاك بيعمل لمجتمع وهذاك بيعمل. الاوروبيين اجتمعوا عملوا وحده وهم كانوا متحاربين مع بعض. احنا راح يجي الوقت اللي العرب نكون شيء واحد، العرب اللي هو مبدئيا او المنطقه العربيه، يسمى المنطقه العربيه. انا بيهمنيش عرب او مين فيها يعني، حتى لو كان عربي يهودي مسيحي ايش ما يكون يكون، بس يكون ابن منطقه شامله يعمل لمصلحه الشامله ويحب لغيره ما يحب لنفسه. شايف؟ هذا اللي بيحل المشاكل وبيحل الاشكالات يعني. انت وهذا الحل آتن جاي يعني. الحل انه اليهود برضاهم او بغير، اذا برضاهم هيهم عاشوا معنا زينا زيهم. شايف؟ مش متميزين ولا متوحدين. اذا رفضوا سيرفضهم المجتمع الاكبر، سيرفضهم. شايف؟ وهم سيختنقوا يعني، يشوفوا حالهم عايشين في وسط غير ملائم للحياة، يموتوا لحالهم، يضمحلوا ويموتوا.
لقيتهم عايشين اصطناعيا على الضخ، ضخ اكسجين لهم من امريكا ومن الدول الكبرى اللي هي طامعه في تنفيذ مخططات، وهذه المخططات مش ابديه بتنتهي بالنسبه، حتى تنتهي يعني في يوم من الايام. لانه التاريخ علمنا انه فيش شيء بيضل على حاله يعني، الا انه التاريخ برضه بيعلمنا انه الناس في تقارب مع بعضها. يعني سياتي يوم العالم كله يفكر في صيغه اللي يتعايش كله مع بعضه، شايف، بيدور على صيغه اللي افضل اللي يسلك فيها اموره، شايف. فما بالك في مجتمع مثل المجتمع العربي، بدك يهود يعيش بينهم؟ يعيشوا اذا كانوا جزء من المجتمع، ما اذا خارج المجتمع ما بيعيشوا. طيب عمي، يعني انت بتعتقد انه الدوله اليهوديه ستنتهي؟ ستنتهي طبعا. وانت لست مع الدوله اليهوديه لكنك ولا انت مع اليهود. الدوله مش اليهود، انا مش قصدي اليهود، ولا انا كلمه يهود ماني، هذه عاديه مثل المسيح والمسلم عندي. نعم. يهودي. نعم. كيف يهودي، كيف مسيحي، كيف مسلم، انا اعتقد كلهم واحد اللي يعيشوا على ارض واحده. نعم. والمفروض يكون لهم ما على الجميع وعليهم ما على الجميع. هذا الاشي اللي انا بفكر انه حل للمجتمع، شايف. يعني اذا بدي اقول هذا كردي وهذا تركي وهذا يهودي وهذا له تطلعات كذا وهذا له اهداف كذا وهذا، هنا عمرها ما بيصير مجتمع، مش مجتمعات. خلص تعيش في ارض محدده، كل من يعيش على هذا الارض المفروض له حق في العيش. نفس الحق للعيش وعليه نفس الواجبات. هذه العداله هيك بتقول. ساعتها الكل ما فيش حدا بيكره حدا ولا حدا بيعمل ضد حدا. عظيم. فهذا شيء، هذا هو اللي بحل مشاكلنا مع اليهود او مع الصهيونيين. الصهيونيين هذول ما في منهم فائده. يعني هذول كلهم يعني هم وافكارهم نعم وطينتهم جبلوا في مصانع الشر، اللي هي مصانع الدول الاستعماريه الكبرى، شايف. نعم. جبلوا جبل يعني من اول ما استلموهم، من اول ما فكروا لهم لحد اليوم هم عمالهم بصنعوهم وبيجبلوا فيهم، وهو لغير صالح اليهودي ولغير صالح الشعوب كلها، يهودي وغير يهودي، يعني تدمير لكل شيء اسمه انسان، لانهم مستعملينهم بس لغرض في انفسهم. لغرض، نعم صحيح. طب حجي، حضرتك بتعتقد انه واجب العوده، واجب العمل من اجل العوده؟ لازم، واجب. طيب هل تعود حتى في ظل الاحتلال الصهيوني؟ هل تعود في ظل الاحتلال الصهيوني يا حجي؟ انا بعتبر كله مؤقت، هذا احتلال وكيان وكله مؤقت. عظيم حجي، شايف، هذا كله مؤقت. سياتي اليوم اللي يصير، يعني خلينا نغض نظر عن وجود هذا الكيان، ونفترض، شايف، انه وصلنا لدرجه انه نمشي امورنا بدينا، نفترض يعني، وهذا مش شيء مستبعد، يعني انه يجي يوم اللي نقدر نمشي امورنا بايدينا احنا كعرب، يعني مش قصد الفلسطينيين بس. نعم. اللي هو المنطقه كلها اللي احنا جزء منها، الفلسطين جزء منها. وما حدا يقنعني انه فلسطين خلقت لواحد هيك بمنأى عن كل ما حولها. نعم. شايف؟ من زمان وهي فلسطين جزء من كل، اللي هو الكل هذا العربي والإسلامي اللي في المنطقة هذه. إحنا لو بس نصل للمرحلة هذه إنه إحنا نفكر في مصالحنا الحقيقية إحنا اللي، وننسى الجزء اللي اسمه فلسطين، مش ننسى نقول طرف يعني عنه، مش ننسى. نعم. شايف كيف؟ سيجد اليهود أنفسهم مكرهين على القبول بما نرضى فيه، يعني بما نطلب منهم حتى يعيشوا معنا. هم جزء صغير موجود في المنطقة، لهم مصالح مع هذا الجزء الكبير، شايف. حتى لو تنازلنا
انه نقول لهم تنازلوا عن او رجعونا اللي اخذتوا منا، وقبلنا انهم يظلهم عايشين في هالموقع. طب هم يظلهم عايشين في هالموقع، طب احنا اذا احنا محتاجين لكل دول العالم، هم مش يحتاجوا لجيرانهم اللي هم فوق نصهم؟ صحيح، بدهم يحتاجوا لهم. اذا ما كنا راضيين عنهم واذا ما كنا منسجمين معهم، مش رايحين نقدم لهم التفاهم اللي هم بيطلبوه منا، شايف؟ وسيجدوا حالهم منبوذين في المنطقة، وفي الحالة هذه لابد انهم يطيعوا متطلبات الحياة سوية مع بعضنا، شايف؟ ويتنازل عن بعض الـ يعني الـ الأنانية تبعتهم هذه اللي يفكروا فيها هم. طيب عمي، بعد التشرد والعذاب ومعاناة السنين الطويلة، نعم، كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال النكبة اللي عاشها الشعب الفلسطيني؟ هو المجتمع الدولي اللي بتصرف فيه الدول العظمى يعني. نعم، مع الأسف يعني هو المجتمع الدولي مش كل الدول تقرر مصيره، اللي بقرر مصيره كم من دولة كبيرة، شايف، مسيطرة بإمكانياتها وبظروفها الاقتصادية وغير الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مسيطرة على الدول الصغرى وتمشي الأمور زي ما بدها. ويا ريت يكون الأمر بإيد المجتمعات العالم كافة يعني، وبنفس بالتساوي يعني، إن كل واحد يعطي رأي ويمتثل لآراء الأغلبية، شايف، بشكل ديمقراطي زي ما بيقولوا الديمقراطية. نعم. طيب يعني انت تعتقد انه هم دون المسؤوليه الدول، لا، المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لازم احنا كنا نسعى الى شرح قضيتنا لهم، ونرتفع برضو احنا في مستوى عملنا واعلامنا وحياتنا، طريقه حياتنا. يعني مثلا اللي عندهم البترول مضيعين ثروه البترول في غير ما يعود عليهم بالفائدة الصحيحة، شايف كيف؟ ثروة بيبددوا فيها بشكل ما له مردود. هذا لو يستغل مثلا في أشياء علمية، في أشياء اقتصادية، مشاريع مستقبلية لتنعش المنطقة أو تنعشهم هم أو بشكل سليم، شايف، بيصير لهم وزن وبيصير لهم قيمة، شايف. طبعا يعني بنفس النسق أو بنفس بتعتقد ان الاعلام العربي يعني ابرز القضيه الفلسطينيه كما يجب، ولا كان اضعف من ذلك امام المجتمع الدولي؟ يعني اضعف لاسباب كثير. اولا انه هم يعني الجهات اللي هي اللي لها سلطه على الاعلام العالمي، واللي تستطيع انها يعني تنقل لك وجهات النظر لاي جهه من الجهات هذه، ما بدها تنقل وجهه نظر الا حسب مصالحها. يعني هم مستعدين يعكسوا الحقائق، يعكسوها ويفسروها لمصلحتهم. محمد الدره عملوا انه اللي قتلوه الفدائيين، شايف، اللي عملوا الانتفاضة الفلسطينية هم اللي قتلوه، وانه هذا يهودي اللي انقتل مش محمد الدره، شايف كيف؟ انه انقتل في حجر ابو في حضن ابوه. وفي الاعلام الغربي كانوا اليهود واعلامهم والدول اللي تساندهم، كان الرواية يروها على اساس انه يهودي وقتلوه تبعين الانتفاضة. عكسوها بالكامل. الاعلام العربي في هيك جانب، وين؟ الإعلام العربي بده أول شيء يرتقي في الطريقة اللي يقدم فيها المعلومة، نعم، وبده يسعى للانتشار، نعم، ومش سهل عليه مع كل هذا. يعني سيجد برضو مصاعب، سيجد عقبات، سيجد من يقف ضده أو يعني يلغي دوره أو يضعف دوره في نقل وجهات نظرنا. لانه الجهات في اول شيء الجهات الصهيونيه في العالم نشطه في الاعلام ومسيطره على وسائل اعلام كثيره،
وهذه الوسائل الآن كثيرة اللي بتسيطر عليها ماديا يعني ترفض إن تقدم وجهة النظر العربي كما هي، شايف؟ فهذه بيخدموها مغلوطة، وبل بشوهوها وبعملوا على أساس تكون المعلومة ضد المصالح العربية. طب عمي، سؤالي الأخير لك في هذه المقابلة الطيبة الصحيحة مع حضرتك، في شيء في الدنيا بيعوضك عن سلامة وعن أرضك في سلامة وعن فلسطين؟ يعني هو مش مسألة عوضك، يعني أنا بعتبر حق، وبعتبر إنها قضية يعني فوق مصلحة، شايف، مصلحة فرد أو واحد له بضع دنومات أو واحد له مشروع وفقده. مش بس والله فقدت أنا سلمي مثلا، مش هذا الموضوع. الموضوع يتعلق في مجتمع كامل كبير، يعني فلسطين ومشاكلها منعكس على المنطقة كلها، على الشرق كله. يعني أنا لو أني أخذت الجنسية السورية وعشت كسوري، إلي كامل الحقوق السوري وأقطعه، واستطعت أحصل على أحسن أرض في سوريا، هذه بتسد عن أرض في سلم. إذا حكاية أرض وأرض، بس الموضوع إنه هذا كيان له أهدافه اللي تسبب إلي المشاكل على طول ما الأهداف هذه موجودة في رأسه. شوف كيف؟ حتى لو كنت في سوريا، حتى لو كنت في الأردن، حتى لو كنت في مصر أو في أي بقعة ثانية في العالم، هذا كيان يعمل بأهداف شريرة، شايف؟ وهذا أكثر شيء تنعكس علينا إحنا اللي نعيش حوله، اللي قريبين منه، شايف؟ ولذلك أنا أرفض وجوده بالشكل هذا، شايف؟ يعني أنا في البداية قلت إنه اليهودي أقبل كيهودي، وأقبل المسيحي كمسيحي، والمسلم كمسلم، وفي نظري كلهم سواء. ولو يقدر إنه أنا أضع دستور، أول ما ضعت في الدستور كل من يقيم على الأرض المحددة بكذا شمالا وكذا جنوبا وكذا شرقا وغربا كلهم سواء، لا فضل لواحد على آخر إلا بالعمل والاجتهاد، وله ما للآخرين وعليه ما على الآخرين. هذا أول إشي بحطه في الدستور، بس لا أقبل كيان له توجه شرير مبني على أساس شرير، له طموحات شريرة، وبده يعيش سيد ويفرض إرادة على أهل، على منطقة واسعة لا يستطيع أن يبتلعها ولا يستطيع أن يستوعبها. لو جمعوا يهودي العالم كله في فلسطين وما حول فلسطين كمان، لو أخذوا لبنان وأخذوا معهم الأردن، لن يستطيعوا أنهم يبلعوا كل هالمجتمعات اللي حواليهم، علما بأن المجتمعات بتتقارب، وأنه إحنا بجوز نكون مع الإيرانيين بكرة إخوي، بجوز نكون مع العراقيين، مع الإتراك، نكون كنا بلاد متقاربة ومتجاورة، شايف؟ ونعمل زي ما عملوا الأوروبيين. الأوروبيين مش عملوا اتحاد وعملوا صحيح وتقاربوا من بعضهم، وسنة بعد سنة عمالوا بتقاربوا أكثر وأكثر وأكثر واندماج أكثر. العالم في سبيله للتقارب، هذولا زي نقطة زيت في المية ما بتندمج في المية، يعني. طيب عمي، شو تقول للأجيال القادمة، لأحفادك من أبناء سلمة أو من أبناء فلسطين أو من أبناء الأمة العربية؟ والله هذا الكيان كيان معادي بحكم جبلته، طبيعته وطبيعته ونشوءه، نشأ على أفكار شريرة ومغلوطة، عنصري، خالي من أي مشاعر إنسانية،
فكيف يعمل؟ يعمل لمصلحة آنية بوهيمية يعني وحشية، وهذا ما لم يتغير وما لم يقبل بأن يكون مثله مثل الآخرين ويقبل بما يقبله الآخرين اللي هو عايش في وسطهم وهو نقطة في بحرهم، فلن يكون هناك راحة له. وفي النهاية نفس هذه المنطقة اللي هي يعيش فيها ستلفظه، أو هو سيموت سينحل بنفسه، ما راح يستمر يعني إلا إذا بيعمل على أن يندمج في المنطقة ويكون جزء منها. بس هذا هو اللي بي. طيب عم، احنا في نهاية هذه المقابلة بنسجل شكرنا واحترامنا وتقديرنا لحضرتك ول يعني جهودك معنا وقتك الثمين. احنا حقيقة مبسوطين اكثر يعني في القسم الثاني من الاسئلة، لانه بالعادة يعني الابداع يكون في القسم الاول، لانه في يعني خلينا نقول اشياء محددة، وفي القسم الثاني دائما يكون عندنا اشي في يعني وجهة نظر في احداث. فالحمد لله يعني انك يعني ان شاء الله انها راح تكون في ميزان حسناتك، معلوماتك كانت قيمة في القسم الثاني حقيقة يعني. الله يعطيكم العافية على مجهوداتكم، برضو انا بعتبر انه هذا مجهود في سبيل عمل الخير ان شاء الله. ان شاء الله يعني لنا ولغيرنا، لانه هذه مشكلة يعاني منها الجميع، يعني اكثر من الفلسطينيين بيعانوا منها، مش بس الفلسطينيين. الحمد لله على كل شيء يعني، وبدنا حل لها، والحل يعني اذا الواحد بده الحل، الحل موجود اكيد. طيب عمي، يعني لك مني ومن اعضاء فريق فلسطين في الذاكره كل التقدير والاحترام، وشكرا جزيلا لك. شكرا لكم على جهودكم. بارك الله فيك يا حاج، ونتمنى لكم التوفيق.